وصفتها، شوف الصفة اللي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كما رواها سهل، هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو. إذن هم ينقسمون إلى طائفتين، طائفة تصلي مع الإمام وطائفة تبقى إيش تجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة، يعني الصلاة اللي كان يصليها صلاة ثنائية، قد تكون صلاة الفجر أو رباعية كان في سفر فقصرت لركعتين. قال فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وهو الإمام ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، يعني شأنهم شأن المسبوق بركعة، لكن الإمام ما سلم، الإمام قام لانتظار الطائفة الثانية، لكن انتظر حتى هؤلاء يتموا الركعة الثانية في حقهم ثم يسلمون قبل الإمام. طيب يقول ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، يعني مكان الطائفة الثانية اللي هي اتجاه العدو، هم الآن صار بينهم استبدال، ذهبوا إلى اتجاه العدو بعدما صلوا ركعة مع الإمام وقضوا لأنفسهم ركعة، ذهبوا إلى مكان الطائفة الثانية اتجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا ما سلم عليه الصلاة والسلام، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الحديث متفق عليه. هذه الصفة يعني التي توافق ظاهر الآية في القرآن، أن ينقسم المصلون إلى طائفتين، طائفة تجاه العدو وطائفة يصلي فيهم الإمام، يصلي فيهم ركعة ثم يقوم قائما، يثبت قائما، هم يقضون ما بقي عليهم من الصلاة ثم يسلمون يتجهون تجاه مكان الطائفة الأخرى التي لم تصلي بعد، فتأتي الطائفة الأخرى فتلتحق بالإمام فيصلي بهم ركعته الثانية وفي حقهم ركعتهم الأولى، ثم يثبت في مكانه ويقومون ويأتون بالركعة الثانية ثم يسلم بهم جميعا. ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة. هذه الصفة إذا كان العدو تجاه القبلة، واضح؟ فيصفون صفين، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ما المقصود بقوله جميعا؟ يعني الصف الأول والثاني كلهم قاموا، كلهم ركعوا، كلهم اعتدلوا. طيب ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، ظلوا قائمين حتى إيش يراقبوا العدو. العدو أين في الحالة؟ تجاه القبلة. قال انحدر الصف نعم وقام الصف الذي نعم يقول وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، هنا إيش يصير بينهم تبادل، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. سبحان الله، بعض الناس يكون عنده مثلا محل دكان فينقسموا إلى قسمين، يصلي بعضهم في المسجد والآخر يبقى يبيع في الدكان، فإذا قضيت الصلاة جاء الذين صلوا واستلموا المحل، وذهب الذين لم يصلوا صلون جماعة ثانية في المسجد. يعني في حال الحرب لم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طائفتين، ما قال نصلي نحن جماعة ها ثم إذا انتهينا تأتي طائفة أخرى تصلي جماعة وحدها، وإنما قسمهم كما سمعتم.
الله المستعان. قال: ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة العدو. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم. من أصحابهم؟ الطائفة الثانية التي هي اتجاه العدو مقبلة على العدو. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ما قام ثابتا حتى يقضوا ركعتهم ثم يذهبوا اتجاه العدو ثم تأتي الطائفة الثانية، لا، وإنما صلى بهم ركعة ثم انصرفوا وأتى الطائفة الثانية، وبعد ذلك هم قضوا الركعة لأنفسهم، ما قضوا في المكان. طيب، هذه كلها صفات. ها، قالوا: من صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. روى أحمد وأبو داود والنسائي. هذا في حال لم يتمكن يصلي بالطائفتين فيصلي بكل طائفة صلاة. الصلاة الثانية في حق تكون نافلة لما يعيد الفريضة، فيصلي في الصلاة الأولى فريضة مع من معه ويكرر الصلاة يصلي فيها الطائفة الثانية، لكن هي تكون له نافلة لهم فريضة. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. متفق عليه. وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يتمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا. رجالا يعني إيش؟ يعني هم يركضون يمشون على رجلهم للقبلة وغيرها ويومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم. الله المستعان. ولا يؤخرون الصلاة لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا. والرجال هم جمع راجل، وهو الكان على رجليه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب. ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. ومثل شدة الخوف حالة الهرب من العدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه، يعني هو يطارد العدو، فالعدو إذا وقف وصلى وانشغل بالصلاة لابتعد أكثر العدو، ففي هذه الحالة يصلي صلاة خوف. شوف، هو يطارد العدو. يقول: أو خوف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود. ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقطا في هذه الحالة الحرجة، كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفع الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا والتمسك بها والوفاة عليها، إنه سميع مجيب. نعم، نكتب على القدر هذه الليلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.